نقدر نلمح موسم الاتحاد في تصريحين. التصريح الأول للإدارة لما تقول ليس كل ما يعلم يقال، وقبلها قبل ما تنتهي الفترة بين قوسين إن استطعنا يعني تعطيك ألف استنتاج إنه في شيء بعيد عن القناعات وفي شيء غير معلوم وفي شيء ضد الفريق وما حد فاهم إيش هو. إذا الإدارة ما تطلع تتكلم أو الإدارة ما تعمل بطريقة واضحة، مين اللي يقدر يعلم الجماهير؟ لكن احنا قاعدين نشوف كل شيء داخل الميدان هو نتيجة العمل. المدرب في تصريحاته الأخيرة في المباراة السابقة حتى والاتحاد فاز يقول أنا ما أقدر أتكلم في أي أمور خارج الملعب، لكن إذا سمحت للإدارة أنا هقول كل حاجة. وهذا امتداد لتصريحات المدرب في البطولة العربية لما يصرح 4 مرات متتالية يقول احنا في انتظار لاعبين. في فجوة كبيرة موجودة في نادي الاتحاد، الثقة معدومة، الأسماء يعني تقدم أسوأ أداء لها، ما في خطة فنية واضحة. طبعا من مباراة لمباراة، الموسم الماضي كان في هوية فنية للاتحاد بدأ فيها وفي تدرج في التحسن، الآن الاتحاد بعيد تماما عن الصورة عن مستواه. الأسباب ما تقدر تقول فنية فقط، لا، يوجد دائما الركع على الإدارة، والأمور تبدأ من الإدارة وتنتهي إلى داخل الملعب باللي نشوفه. إيش الأسباب؟ الأسباب تتوزع بين الإدارة والمدرب. المدرب يعني في يعني لما تيجي تتابع التطور الفني من مباراة لمباراة، كل مباراة بخطة، مرة 3 مدافعين، مرة مدافعين، مرة محور، مرة 2، مرة 3، مرة مهاجم، مرة 2، مرة أجنحة، مرة بدون، ما انت فاهم يعني حتى لو عندك أسماء قوية